اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف العراقيه والدوليه ونبدا باهم العناوين. في المدى البنك الدولي 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر. وفي الزمان تصعيد احتجاجي في الناصريه اغلاق جسرين حيويين للمطالبه بفرص عمل. في عربي 21 مسؤول أوروبي يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل. ونقرأ في القدس العربي هيئة النزاهة في العراق صحة المثنى خصصت نحو 138,000 دولار لشراء غسالة ونشافة. ومسؤول أوروبي يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في العربي الجديد. في ظهر مرحلة جديدة لعلاقات أمريكا وإسرائيل بدون نتنياهو. وبلومبرغ خروج نتنياهو من السلطة لا يعني نهاية إرثه السياسي. أي عراق يريده المتظاهرون؟ هذا ما ذكرته هيفاء زنقنة، ولعل واحدة من أقصى الصور الدالة على عدم إنسانية نظام ما هي تلك التي صاحبت آخر التظاهرات والاحتجاجات العراقية في 25 من شهر آيار، ومطلبه الرئيس الكشف عن قتلة المتظاهرين. يومها رفع المتظاهرون السلميون صورة متظاهر شاب يحمل صورة متظاهر قتل في تظاهرة سابقة، ويومها قتل 3 متظاهرين وجرح المئات حينما أطلقت القوات الحكومية الرصاص على المتظاهرين العزل، لتضاف إلى قائمة الضحايا أسماء جديدة في بلد بات فيه القتل سلاحا حكوميا ميليشياويا مشروعا. هذا ما جاء في مقال إذن للكاتبة هيفاء زنقنة نشرته صحيفة القدس العربي. في العراق بوجود النظام الحالي لم يعد لهوة الحضيض الأخلاقي والإنساني قاع، حيث تتفكك أكذوبة الديمقراطية وانتخاباتها يوميا مع تزايد ضحايا المظاهرات والاعتصامات في أرجاء البلاد. ومع استشراء الفساد المهدد لبنية المجتمع وسيولة الولاء، وصل الانحدار حدا تلاشت فيه العصمة الانتقائية التي يقدمها ساسة النظام لمتظاهري هذه المدينة لأنها مقدسة، أو شرعانة للقتل في تلك المدينة لأنها إرهابية. إذ نجح النظام الفاسد في تحقيق المساواة للمواطنين جميعا بلا استثناء في حق السقوط ضحية للاغتيال. ليس هناك ما يحمي المتظاهر المطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين في بلد بلا حكومة وبلا قانون، واستديوهات أجهزة الإعلام مفتوحة على سعتها لاستقبال ساسة يعرف الكل مدى انخراطهم بالفساد وجرائم الاغتيال، إن لم يكن بشكل مباشر فصمتاً وتستراً. والمفارقة التي يدفع ضحايا الاحتجاجات ثمنها غالياً أن ينجو القتلة بجرائمهم أمام الملأ، لأنهم يتمتعون بحماية أقوى بكثير ممن يقدمون أنفسهم كرؤساء للحكومة وحماة للقانون. أضافت الكاتبة في العراق جيل ينهض لأنه يحمل روح النضال، نضال التحرير من الاستعمار، وهو قادر في الوقت نفسه على غربلة خطايا المدة اللاحقة وأخطائها، ليثبت أن الهوية الوطنية وتآخي قوميات وأديان العراق وعمق ثقافته وتاريخه أقوى من أن تمحى حتى لو تعاون المحتل والمستبد المحلي معا. إنه جيل استعادة العيش معا، مواطنين متساوين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العراق إلى أين؟ سؤال يرسم الإجابة، نظراً لأن الشوط للتغيير الإيجابي ما زال طويلاً ومعقداً ومحفوفاً بالمخاطر والتحديات الكبرى المتيقن وغير المتيقن منها. أمام التوصل إلى صياغة استراتيجية وطنية قابلة للتطبيق لمكافحة الفساد في العراق، استراتيجية يعتمد إقرارها على كيفية تحقق الانسجام مع المعطيات. هذه الاستراتيجية الوطنية إذن لمكافحة الفساد في العراق
العراقي، إلى أين مقال نشرته صحيفة المدى للكاتب أحمد عبد الرزاق شكارة، فلنستمع إلى جزء منه. من أبرز الخطايا أو قل الجرائم المرتكبة بحق الإنسان العراقي اتساع مساحة الفقر والبطالة في العراق، حيث نجد ظروفاً وعوامل متنوعة متعددة تعد بحق مؤشرات سلبية ترجع في الأساس إلى فشل الحكومات المتعاقبة الاهتمام بالمواطن. العراقي يستحق أن تلبى كافة احتياجاته الأساسية الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية، التعليمية والتربوية والتقنية وغيرها، ضمن إطار مخطط ومتابع منهجيا واستراتيجيا من خلاله يتم استقصاء وبحث مدى نجاح أو فشل صناع القرار في العراق في إدارة ملفات إنسانية خطيرة، على رأسها تصاعد معدلات الفقر والتهميش الاقتصادي الاجتماعي والثقافي. من هنا أهمية إقامة مشروعات للتنمية الإنسانية على مختلف المقاسات، صغرى، متوسطة وكبرى إن أمكن، لاستيعاب آلاف من العاطلين عن العمل، ومنهم ولا شك نسب مهمة من النخب المتعلمة في الداخل وفي الخارج، وصل بعضها لمستويات علمية عالية مثل خريجو الدراسات العليا ممن يحملون شهادات الدبلوم العالي، الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية التقنية والإنسانية. ترتيباً على ذلك، من المفيد بل ولا بد أن يتم تفعيل القطاع الخاص بهدف تأسيس مشروعات استثمارية مجدية وليس مشروعات وصفت بالسطحية. من مظاهر الفساد التي تؤثر سوءاً في تنمية الاقتصاد العراقي تجميد أي نوع من الاستثمار المجدي أو إعاقته، خصوصاً عندما يتيقن المستثمر بأن البلاد التي يود الاستثمار فيها والعراق من ضمنها لا يزال يشوبها محيط أمني قلق ومتوتر، بل ويحمل سمات وتداعيات العنف المجتمعي الممهد لإضعاف التماسك الاجتماعي السياسي، والتي تنعكس نتائجه الاقتصادية على جهود التنمية الإنسانية المستدامة، خاصة مع تصاعد وتضخم حجم الفئات الفقيرة المحرومة والمهمشة مجتمعيا واقتصاديا. هل يلجأ الحراك الشبابي العراقي إلى السلاح؟ في صحيفة العرب اللندنية ذكرت الكاتبة باهرة شيخلي قائلة: جاءت مطالب الحراك الشعبي العراقي بالكشف عن قتلة المتظاهرين بعد سلسلة من الاغتيالات لناشطين في الاحتجاجات، وعندما لم تتوقف هذه الاغتيالات بالرغم من تصاعد الاحتجاجات علت أصوات تطالب شباب الحراك بالانتقال من الثورة السلمية إلى الثورة المسلحة. هناك رأي في الشارع العراقي يقول إن السيناريو الهوليوودي الإيراني بشأن اعتقال أحد قادة الحشد كان فبركة أتقنت صياغتها في غرف السفارة الإيرانية وبعلم الأحزاب ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والهدف منها تهدئة الاحتجاجات، كون قاسم مصلح أحد قيادي الحشد البارزين في الأنبار. وقد أشارت الكثير من الدلائل إلى أنه متورط في قتل المتظاهرين والكثير من الناشطين البارزين، لكن الرياح جرت على عكس ما خطط له الكاظمي، حيث احتج الحشد واستعرض عضلاته محاصراً المنطقة الخضراء، مركز الحكم والسفارات الأجنبية. هناك من الناشطين من يرى أن السلمية ما زالت مجدية على الرغم من الخسائر التي يتكبدها الثوار بسببها، ولا يؤيد اللجوء إلى السلاح أبداً. هناك من يطالب الحراك الشبابي بضبط النفس والتمسك بالسلمية وعدم الانجرار وراء إرادة الميليشيات بمقابلة العنف بالعنف، ويتحدث منظمو الاحتجاجات في بغداد عن استخدام تكتيك جديد هذه المرة يقضي بتوزيع الاحتجاجات على ساحات عدة في العاصمة العراقية وعدم تركيزها في ساحة واحدة تفادياً للتضييق الأمني. وقد توزع المحتجون بين ساحات النسور في كرخ بغداد والتحرير والفردوس في رصافتها. تعرضت ثورة آيار العراقية إلى قوة غادرة من أحزاب وميليشيات وحكومات وفساد واغتيال شبابها وقتلهم، وتعرضت أيضا لمؤامرات إقليمية حكتها إيران ودول جوار لا ترغب في عراق قوي.
بأن انتصار هذه الثورة سيهدد عروش تلك الدول، وهو أمر جعل حكومات العباد وعبد المهدي والكاظمي لا تعرف ماذا تفعل بعد أن رفض شباب الثورة التفاوض معها وعدم القبول بكل المغريات التي قدمتها. أحد الأهداف الجيوسياسية لإيران ترسيخ دورها قوة إقليمية معترفا بها ولها شرعيتها، والوسائل التي تعتمدها لتنفيذ ذلك فضلا عن المشروع النووي هي الدور في العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين. لذلك تبقى خريطة طريق صانع القرار في طهران محددة دائما بالصراع مع ما تسميه الشيطان الأكبر المتمثلة بأمريكا، واستمرار المشروع الإقليمي عبر مقارعة ما تسميه الشيطان الأصغر في المنطقة الكيان الصهيوني. ولكن هل هناك سياسة حقيقية مبدئية في موضوع العداء مع إسرائيل من قبل إيران؟ هنا يتساءل الكاتب مثنى عبد الله في مقالة بصحيفة القدس العربي. يقينا ليس هناك من تهديد وجودي بين طهران وإسرائيل، بل هما يتنافسان من أجل هدف واحد، وهو الدور المستقبلي في أي نظام إقليمي يتشكل في المنطقة. والتنافس موجود بين الكثير من الدول، يشتد حينا ويخفت حينا، لكن ليس بالضرورة أن يكون عداء. وما يدفع طهران لتصعيد اللهجة ضد تل أبيب هو الشعور بأن توازن القوى بينهما في الحالة الراهنة لا يسمح لها بأن تأخذ سياساتها كامل المدايات في المنطقة. أما بالنسبة لإسرائيل فهي ترى أن حصول طهران على السلاح النووي يخل بهذه المعادلة أيضاً، وهنا تدخل عقيدة مناحيم بيغام التي تسعى لاستباق ومنع أي دولة من حيازة السلاح النووي. لذلك فالشد والجذب بين الطرفين هو نتيجة طبيعية لأنهما يقران مسارات التغييرات في المنطقة والعالم ويتموضعان حيث يجب، كما أنهما يستخدمان نهج نظرية الردع التي ترى أن التحذيرات المحدودة المرتبطة بعواقب محددة وذات مصداقية هي أفضل طريقة لتثبيط شدة المنافسة. وهذا السلوك مهم بشكل خاص مع تصاعد التوترات وتنامي احتمالية التحول من حالة المنافسة إلى حالة الصراع. وهنا تبرز حقيقة السياسة التي تعتمدها طهران مع تل أبيب، والتي لا تتجاوز حالة التنافس على الصدارة في النظام الإقليمي، مع إبقاء الحالة تحت السيطرة ضمن هذا الإطار لا أكثر. وهذا الموقف هو الذي دفعها للتحفظ كي لا تندحرج وتتدحرج الحرب إلى حرب إقليمية تدفع فيها ثمنا باهظا بحسب قول الكاتب. فكيف تضمن النجاة لذراعها في لبنان إن سمحت لها بفتح جبهة الجنوب؟ وما مصير ملفها النووي ورفع العقوبات والحصار الاقتصادي إن هاجمت هي الصهاينة من أراضيها أو من سوريا أو حتى عبر ميليشياتها في العراق؟ عن معضلة بناء الدولة في سوريا والمشرق العربي كتب برهان غليون: لا يمكن للدولة العقيم أن تنتج طبقة سياسية تحظى بالشرعية أو بناء نظام سياسي يعتمد في استقطابه ولاء الجمهور وطاعته على استلهام القيم والمبادئ وما يبعثه من آمال. وغاية ما تطمح إليه طبقة سياسية عاجزة هو تسويغ وجودها في السلطة مقابل ما تقدمه من خدمات اجتماعية. لذلك تبقى نظم حكمها غير مستقرة، وهي مهددة دائما بانقلاب الجمهور عليها حال ما يبدو إخفاقها في تقديم هذه الخدمات. لقد دلت التجربة على أن النخب السياسية التي تستمد قوتها من دعم الدول الأجنبية وحمايتها لا تملك أي مصلحة في إقامة سلطة شرعية مستمدة من تأييد مواطنيها واحترام حقوقهم وحرياتهم ومصالحهم الأساسية، كما أن النخب التي لا يهمها مستقبل مجتمعاتها ومصيرها لا تملك أي حافز يحثها على القبول بالتخلي عن بعض صلاحياتها لبناء إطار للتعاون مع أقرانها. إنها تنزع بالعكس إلى الاستثمار في النزاعات الإقليمية والمشاحنات البينية
للتغطية على افتقار نظمها للشرعية وتبرير السلطة الأمنية القمعية وإلغاء الحياة السياسية، وهذا ما يفسر سيطرة منطق التناحر وسياسة المحاور والمزايدات والمؤامرات الذي حكم منذ عقود طويلة العلاقات بين الأقطار المشرقية ومنعها من أي تعاون مثمر بوحدة سياسية أو من دونها. فإلى هذه البيئة الجيوسياسية غير المستقرة والمحكومة بالنزاعات والتدخلات المتقاطعة الإقليمية والدولية يرجع السبب الأول في عقم الدولة المشرقية وتدهور شروط إنتاجها، سواء في بنيتها المؤسسية أو في نوعية علاقاتها وتفاعلها مع شعوبها، وبالتالي في إمكانية الارتقاء بشروط حياتهم المادية والقانونية والسياسية والثقافية. فلا وجود لشعب حر من دون دولة سيدة ولا سيادة لدولة لا تحترم حرية شعبها وإرادته. أضاف الكاتب: لقد كانت ثورات الربيع العربي أكبر هجوم قامت به الشعوب منذ زمن طويل لإسقاط جدار الفصل العنصري الخفي الذي أقامته النخب الحاكمة. نشر صحيفة غازيتا الروسية تقريرا تحدثت فيه عن مدى واقعية فكرة طرحها الخبير السياسي الألماني وكيم كراوس. تتمثل هذه الفكرة في تشكيل روسيا والصين تحالفا عسكريا لدفع الولايات المتحدة الأمريكية خارج منطقة مصالحها الجيوسياسية الخاصة. وذكرت الصحيفة أن تحالف البلدين أصبح حقيقة جلية، وهو ما تثبته أعمال التسليم المنتظمة لأحدث أنواع الأسلحة إلى الصين، فضلا عن التدريبات المشتركة. روسيا زودت الصين بنماذج من الأسلحة مثل نظام الدفاع الجوي S-400 ومقاتلة سو-35، وتشارك أيضا في إنشاء نظام الدفاع الصاروخي الصيني على خلفية ترفيع روسيا في عدد قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا. في نيسان أبريل شددت بكين وبشكل فوري ضغوطها على تايوان، وبحسب كراوس فإن ذلك بمثابة إشارة على القدرة على الحصول على دعم روسي في حال لازم الأمر، مشددا في ذات الوقت على أن إنشاء تحالف عسكري روسي صيني مدفوع بالأهداف المشتركة للبلدين. وبحسب بيانات مؤشر القوة النارية العالمي، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف أقوى جيوش العالم وبناء القوة العسكرية المحتملة، تليها روسيا في المرتبة الثانية والصين في المرتبة الثالثة. وبناء على ذلك يفوق عدد القوات المشتركة لموسكو وبكين عدد القوات الأمريكية، بما في ذلك من حيث الأسلحة النووية. ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جنرال الجيش يوري بالويفسكي: بالنسبة للتحالف العسكري، أود شخصياً أن يتشكل مثل هذا التحالف بين روسيا والصين. في الوقت نفسه أكد بالويفسكي أن الأمر لا ينبغي أن يتمحور حول التسليم المنتظم لأحدث أنواع الأسلحة إلى الصين، بل حول بيع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة إلى بكين، وهذا فرق جوهري. ونقلت الصحيفة عن النائب السابق لرئيس إدارة العمليات الرئيسة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري زيبارينكو أن عالم السياسة الألماني يواكيم كراوس يدعي أن روسيا والصين كونتا تحالفاً عسكرياً، ولكن لا توجد وثيقة واحدة تثبت عملياً ظهور هذه الكتلة، إذ لم تشكل القوات المسلحة المشتركة، لم تشكل ولم يعين المقر ولم يسمى القائد العام ولم يحدد أيضاً ترتيب قيادة القوات. طفل يسبح لمدة ساعة وينقذ والده وشقيقته، هكذا وصفت وسائل الإعلام الأمريكية الطفل تشيس بوست ذا 7 سنوات بالبطل بعد سباحته لمدة ساعة وتمكنه من إنقاذ والده وشقيقته اللذين جرفهما تيار النهر. كان تشيس في رحلة مع والده ستيفن وأخته بيجيل البالغة من العمر 4 أعوام
في نهر سانت جونز بولاية فلوريدا قبل أن يجرفهم تيار بعيدا عن قاربهم، وفق تقرير شبكة CNN. استطاع الطفل تشيس إنقاذ نفسه ووالده ووالده وشقيقته بعد أن سبح لمدة ساعة وبلغ الشاطئ وطلب المساعدة. وحاول الأب بوست مساعدة طفليه ولم ينجح، فطلب من ابنه تشيست السباحة نحو الشاطئ بينما كان هو يحاول الوصول إلى ابنته التي كانت ترتدي سترة نجاة. عندما بلغ تشيست الشاطئ هرع إلى أقرب منزل لطلب المساعدة، واستطاعت فرق الإنقاذ حينها الوصول إليهم وإنقاذهم بعد ذلك. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. هذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.